ما شهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفع المشاركون رايات العلم الفلسطيني ولافتات تندد بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين بوقفها ومعاقبة مرتكبيها ورفع الحصار عن القطاع، في حين أعربت بريطانيا عن معارضتها لهجوم بري إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه لابد من توفر خطة واضحة تماما لحماية المدنيين، لافتا إلى أن محاولة تنفيذ هجوم واسع على رفح يعد أمرا بالغ الخطورة. من لندن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي محمد أمين. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. في قراءة إذا أردنا تقديمها لواقع الشارع البريطاني فيما يتعلق بوجهة النظر والرأي العام الذي تشكل باتجاه القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر وصولا إلى هذه المرحلة للاحتجاجات الطلابية على مستوى الجامعات، هذا التطور في عملية مناهضة الرأي العام للإجراءات الحكومية ووجهة النظر للشارع على مستويات الشارع وأيضا على مستويات السياسة، كيف يمكن توصيفها إلى غاية هذه اللحظة؟ شكرا جزيلا للحقيقة. ونحن نتحدث الآن، هناك اعتصامات متواصلة أمام الجامعات البريطانية وتحديدا جامعة سوس بلندن. هذا الحراك الطلابي يمكن وصفه بأنه انقلاب في الرأي العام الغربي وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد القضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية والشعب الفلسطيني تضاعف من 20 إلى أكثر من 56%، ثم الآن قرابة 65% يؤيدون القضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية. هذا الحرب المجنونة التي تخوضها إسرائيل على مدار 8 شهور سحبت منها ما كانت تدعي بأنها الضحية وبأن هناك دائما ما يسمى معاداة السامية، وأن هذه التهمة أيضا لم تعد تخيف كثير من الشرائح وتحديدا شرائح الطلاب وشرائح الشباب الذين يتظاهرون والذين باتت تختلط قضية مناصرة القضية الفلسطينية بقضية الحرية نفسها. عندما يتظاهر هؤلاء الشباب هم يتظاهرون من أجل التعبير عن رأيهم، وعندما يواجهون بحملة تشويه واتهامات وحملة من التشكيك والتحريض فإنهم يزدادون إصرارا، وهذا الذي يفسر اتساع رقعة التظاهرات، وهذا الذي يفسر الإحراج الذي تشعر به المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف الرسمي مختلف وهناك بون شاسع بين السياسات الرسمية وبين موقف الشعبي وموقف الرأي العام. برأيك اتساع الفجوة ما بين الموقف السياسي الرسمي للحكومة البريطانية وما هو على الشارع، تداعياته بشكل أو بآخر فيما يتشكل في حالة الترقب وحالة المخاوف التي تعيش هذه الحكومات سواء في بريطانيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي من اتساع رقعة الاحتجاج وخروجها خارج الجامعات، وهذا قد يشكل أيضا دافعا للمطالبات بشكل أو بآخر بقضايا أخرى بعد انتهاء هذه المرحلة من مسألة المطالبة بالحرية ومسألة التعبير عن حرية الطلبة في آرائهم على المستويات السياسية وحتى فيما يتعلق بالسياسات الخارجية للبلاد. طبعا التداعيات أو التأثيرات متعددة ومتشابكة ومركبة وبالغة الأهمية. أولا على مستوى المستقبل، هؤلاء الذين يتظاهرون من الشباب بين 18 و24 هم صانعو السياسات في المستقبل، هم الذين سيتبوؤون المناصب السياسية في المرحلة المقبلة، وبالتالي نحن نتحدث عن نخبة المجتمعات وعن نخبة هذه الدول، وبالتالي هؤلاء هم الذين سيصنعون التغيير. رقم 2 أن هناك قضية غزة أصبحت قضية جزء أساسي من الانتخابات في هذه الدول. لأول مرة في بريطانيا هناك حضور كبير لقضية غزة كقضية رئيسية على خلاف القضايا الأخرى. دائما الانتخابات البريطانية البرلمانية القضايا الأهم هي القضايا المحلية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالضرائب وغيره. اليوم أستطيع أن أقول لك أن غزة قضية مركزية في الانتخابات المقبلة، وأن كثير من المصوتين سيحددون اتجاهاتهم أو اتجاهاتهم التصويتية بناء على موقف هذا المرشح أو ذاك من ما يتعلق في غزة. رقم 3 على مستوى الجامعات، هناك مطالبات بمقاطعة قطعة الجامعات الإسرائيلية ووقف المشاريع المشتركة وإعادة النظر في
بعض العقود التجارية والشراكات الأكاديمية. إسرائيل اليوم دولة منبوذة، عندما نتحدث عن أنه وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها مع مجموعة من الدول التي لا تذكر ولا يعرف أسماءها في معارضة انضمام أو عضوية كاملة لفلسطين، هذا يؤشر نعم. أن هذه الحرب سيد محمد غيرت المعايير. اسمح لي أخيرا وفي أقل من دقيقة إذا سمحت لي أريد إجابة فيما يتعلق بموقف الحكومة البريطانية وتصريحات ديفيد كاميرون مؤخرا فيما يتعلق برفح والموقف البريطاني مؤخرا، هل تعتقد بأنه سيتسق وسيذهب أكثر باتجاه ما يطلب به الشارع؟ شوف، الموقف الرسمي البريطاني محكوم بضغوطات اللوبى الصهيوني والانتخابات المقبلة، لكن إذا ما فحصنا بخلال الأربع شهور الماضية هناك تراجع وهناك إحراج بريطاني وهناك اقتراب أكثر إلى، دعنا نقول، إلى مسافة أكثر بعدا عن دعم إسرائيل. يعني هناك مراجعة مستمرة، وهذا يظهر في امتناع البريطانيين عن التصويت في أكثر من محفل، عوضا عن الرفض امتنعوا عن التصويت، وكان هذا موقف كان واضح أنه هناك مساحة بينه وبين الموقف. أشكرك، شكرا لك على هذه المشاركة من لندن، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي محمد أمين. انضم أكثر من 12 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة برينستون الأمريكية إلى الطلاب المضربين عن الطعام لمدة يوم واحد المؤيدين للقضية الفلسطينية والمطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعضاء هيئة التدريس بجامعة برينستون قالوا إن تضامنهم الذي دام يوما كاملا يعتبر جهدا ضئيلا مقارنة بجهود الطلبة الملتزمين بهذا الإضراب لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية الذي يتعرض للمجاعة القسرية والإبادة الجماعية من قبل إسرائيل.